وبشأن ملف الدرجات الخاصة ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث السياسي الدكتور صباح علو. دكتور صباح، مرحبا بكم. يعني برلمانيون أكدوا أن الحكومة لم ترسل حتى الآن أي قوائم بشأن مرشحي الدرجات الخاصة، لماذا هذه الأزمة مستمرة على موضوع الدرجات الخاصة تحديدا دكتور؟ كلنا ندرك أن بناء الحكومة ليس فقط في حكومة السيد عادل عبد المهدي، وإنما منذ 2006 ولغاية الآن بنيت على المحاصصة وتقسيم الكعكة بالنسبة للوزارات وكذلك أيضا الدرجات الخاصة والمدراء والوكلاء وغيره. والدليل على فشل كل القرارات التي اتخذها مجلس النواب بهذا الخصوص في عملية الابتعاد عن أي شكل من أشكال المحاصصة هو كذب كبير جدا. ولذلك نلاحظ السيد عادل عبد المهدي لن يتعرض إلى ضغوط، وإنما ليس بمقدور من يسنده في اتخاذ قرار سليم وصحيح لتجاوز الكتل السياسية المؤثرة في إدارة الدولة وخاصة الدولة العميقة. أما أن السيد عادل عبد المهدي لم يقدم قائمة، وهذا تارك للفترة الزمنية كي تعمل مسؤولين القوى السياسية يقدمون كل حسب إمكانياته وقوته في إدارة الدولة، يقدم مجموعة من المدراء العامين أو من الدرجات الخاصة. طيب دكتور، نعم دكتور، موضوع عدم حسم ملف الدرجات الخاصة يعني كيف سيلقي بظلاله على الحكومة المهددة أصلا بالإقالة؟ في اعتقادي هذه لعبة للضحك على الذقون. مسألة إقالة السيد عادل عبد المهدي، القوى السياسية الموجودة في إدارة الدولة العميقة هي التي جاءت بالسيد عادل عبد المهدي. أما حاليا لفشل السيد عادل عبد المهدي في اتخاذ القرارات والإيفاء ببرامجه التي تعهد بها، وهناك من ينادي من داخل مجلس النواب من القوى السياسية في العمل على استجوابه أو إقالته أو استبداله، فهي عملية من أجل زيادة في عملية تخدير الشارع العراقي بأن هناك ممارسة ديمقراطية في داخل مجلس النواب، والدليل ما زال مفتشي الوزارات الذي اتخذ بهم قرارا في استبعادهم ما زالوا يمارسون أعمالهم. وأيضا السيد عادل عبد المهدي يتجاوب ويتناغم مع القوى المسيطرة في إدارة الدولة الخارجة عن إرادته، يتجاوب ويتناغم معهم، ولذلك يحاول أن يمسك العصا من الوسط ويعمل على توزيع القرارات لصالح القوى السياسية. طيب دكتور صباح، يعني نواب اعتبروا موضوع تمديد خدمة من بلغوا سن التقاعد في الدرجات الخاصة يعني اعتبروه أمرا مخيبا للأمال، لكن ما هدف هذا القرار في هذا التوقيت تحديدا؟ في اعتقادي السيد عادل عبد المهدي لديه أيضا عناصر تدعم حكومته متواجدة في هذه المؤسسات، تقودها كثيرا من العناصر التي من المفترض أن تكون على التقاعد أو تحال على التقاعد، ولكن هذا القرار كي يعطي للآخرين علامة استفهام بأني أنا أمتلك الإمكانية في عملية القرارات أو غيرها، وأيضا شكل من أشكال التحايل على الديمقراطية في إدارة الدولة سواء من قبل الحكومة أو من قبل الرئاسات الثلاث ممثلة بمجلس النواب. ولذلك نلاحظ هناك أصوات تعترض، ولكن اعتراضاتها لا تمتلك أي شكل من أشكال القوة في التنفيذ. من عمان الباحث السياسي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم.